إلى تونس على الإسهام الفعال في تطوير الحوارات وإقامة الشراكات المتوازنة والتضامن بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ضمن مختلف أطر التعاون القائمة، باعتبارها عاملة سلالم الأهمية لدفع علاقات التعاون الاقتصادي ورفع مستويات السكان الفضائيين على مواجهة التحديات المشتركة. أصحاب السمو والمعالي، لقد تعاظم في السنوات الأخيرة خطر آفة الإرهاب التي ما بدأت تتمدد وتهدد الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مستهدفة جميع الجميع دون استثناء ومستقلة حالة البلاد والاحترام الداخلي والأوضاع المتأزمة في بعض البلدان العربية، حرصا على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز هذا المقام. Sadness and if I can say so, mutual condolences as we see victims, civilians, innocent victims falling in Berlin, Jordan, two days ago, in Cairo, the assassination of the Russian ambassador in Ankara yesterday. المنافع المتبادلة وضربة المناطق العاصمة التي تواجه شعوبنا.